السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. دائما مع الفيديوهات المطلوبة، وفيديو هذا كان طلب مني كثيرا. نشارككم المشتريات اللي نشريهم في أول كل شهر ولا آخر كل شهر باش نمشيو بهم الشهر تاعنا من مواد غذائية مواد تنظيف. هذا هو الفيديو اليوم عملته لكم، وجات الوقت تاعو عملته لكم. نمشيو نشوفوا الفيديو وإن شاء الله تستافدوا منه وفرجة ممتعة. وهذا هو الفيديو اللي كنت طلبتوه مني عدة مرات، اليوم جا وقته باش نعمله لكم. هاد المشتريات صحات الشهر، انا كل هكذا بداية شهر نعمل هكذا المشتريات، لكن هاد المرة كاين شي صوالح راني شريتهم ديجا ما كملوليش، ما حبيتش نوري لكم غير اللي راني شريته هاد الشهر. ككل العائلات الجزائريات، ككل العائلات، هذا هو اللي انا شريته هاد الشهر. شوفوا كيما هنا لويا الحليب، انا نستعمله في ليبات، نستعمله في الاخر، شريت شكارة هكذا كبيرة كيلو تاع كيلو، هادي تعملوها في هكذا في بوقال تاع الزاج ولا تحطوها في الثلاجة. لي بات انا نستعملها بزاف، شريت هكذا الحبوب اليابسة. بون هادي ماشي كلشي باسكو كاين اللي راه عندي، شريت الحمص، شريت اللوبيا البيضاء، وشريت لونتي العدس، وشريت هاد اللوبيا. هاد اللوبيا مليحة، هادي تسوقوها بها في لي صالة، تعملوها كوم صالات كيما تشمو، تعملوها مرقة تجي حمرة تجي شابة. طبعا هنا الطعام شريت غير زوج كيلو، راه عندي السفة وراه عندي الطعام تاع البلوط، راه عندي بزيادة. لي بات شريت هادو، ولادي يحبو قصا هاد الروسور، شريت هادو وشريت، وراه عندي لي بات، عندي لي بات تاع القمح الكامل، شريت هادو. الروز شريت زوج بسماتي، هذا شي بسماتي هذا، بصح روز مليح. خمارة اللي نحتاجوها توجور للعجين، لي بغيوش لي، شريت لاتاي الشاي، علبة المايونيز، دفا ولادي يحبوها انا ما نحبهاش المايونيز. شريت السمن والزبدة، الزبدة نشرينا ربعة بصح توجو نخدمو الكاطو نعاود نشري. هادو هاد السواق مسوق سوقو لي زوج تاعي، هادي اللي كان يخصوني الصوالح حملتهم لهم، مي توجو نعاود نحتاجو. هادي وحدة تاع زيت الزيتون، وشريت هادي تاع الزيت، هادي للطياب، وعندي تاع السلاطة، تاع السلاطة مازال باقيت لي. شوفوا هذه وحده تاع الشوكولا للطلي لولادي. طوماطيش انا نشري ربعه في الشهر، هاد الخطره بقات لي وحده، استعمل ربعه، شريت ثلاثه كيلو. طبعا 5 كيلو تاع السكر، مولاي يعملوا الحلويات 5 كيلو ما تكفيناش. انا بصح ماشي من الناس اللي نستعملوا السكر في الشاي ولا في القهوه ولا ما نشربوش، ما ناكلوش السكر. والجبن شريت هذا للطلي، هذا شريت لهم وحده كبيره هاد الخطره، تعملوها لهم فطور الصباح يكونوا هكذا جاو في جيعانين، ولا يعملوه ميم في لي صالي نستعملوه. والجبن اللي راكو تسالوني عليه توجور انا نستعمل، انا نستعمل الكوده في لي صالي ولا في لي غاتان، ولا نستعمل الكوده. هاد الخطره ما شريتش، نشري هكذا وحده دي فوا تقبط لي دو موا، نربيه ونخبيه في الكونجيلاتور. وهنا وصفه لي جان ولا الصغار ولا ولادي، هاد الوصفه تاع ولادي كيما يصبوا الشاسم ياكلوا، يعملوا شويه يعملوها في الخبز ويتحيوها في الميكرووند الدوب تجي ما شاء الله. هادي وصفه ماشي للامهات، هادي وصفه سريه. هادي هي بالنسبه للمواد الغذائيه. نعاود نوري لكم نشري لي ديتيرجون، وهادو هما لي ديتيرجون اللي شريتهم هاد الشهر. شريت امير، هاد الخطره عملت الابيض راه شفتو فيه الالوان بزاف والروائح بزاف، هذا شريت امير. هذا تاع الورد الابيض مريحتو تاني كشابة تقعد في الدار كيتجفو به، شريت ثلاثة. شريت تاع المواعن بريليزيس، شريت هذا اللي نحبو، جال جافيل، هذا دوز، هذا ما نستغناش انا عليه، نحبو بزاف، شريت ثلاثة. شرالي ماشي شريت انا، لي ساك بوبال زوج، هذا اومو، هذا ماشي تاع آلة الغسيل، تاع اللي يغسلو به باليد، وهذا اومو اللي نغسلو به باليد. انا دي فوا نغسل بيه حتى الارضي، الارض نخطرات نعملو كيكون يد مولا نعمل في الارض. طبعا وشريت هذا سويتو ثلاثة، هذا حنا تانيك ما نستغناش عليه، نعملو كي نقليه نعملو ما نستغناش عليه، توجور خص على الطابلة. طبعا وشرالي اكل الصابون هذا دي طاشون، هذا اكل شرالي ثلاثة، وشرالي هذا صابون مارسي هذا بارفومي شباب، هذا نتجمو مام تغسلو بيه لو كور تاعكم. وكانوا عندي اكل انا هالخطره بديت نستعمل، عاد دوك نوري لكم اللي راني نستعمله. شوفوا هالخطره، هذا ما شراهمنيش هالخطره انا. شوفوا دابيتود انا مداري كنت نغسل غير باريال، صح تاع ربي نهضر لكم الصراحه، كان يشري لي غير اريال، بصح الخطره شويه حبينا نقتصدو. شريت هذا اكل وجربته مليح،
تاع 3 كيلو هذا شراهولي وشرا لي كاع لي برودوي تاع اكل شويه نصحوني به الاخوات قلت لي مالا نجرب هذا هو صابون دو مارساي وهذا سبيسيال لانج بلون وهذا لانج اون كولور شو راني نغسل به من نتيجه مليحه وهذا لا دوسيسون الشباب هذا بزاف هذا نصحتني به احدى الاخوات ومليح بزاف القشره يخرج ما شاء الله مليح دونك لو حاجه كي نصيبوها موان شاغ نحاولوا على راسنا هذه هي بالنسبه لي ديتيرجون طبعا ماشي كلشي هذا هو اللي شريته نحتاجو الفرينه نحتاجو السميد نحتاجو بون نوري لكم حس السميد هالفتره جابوه لي الزوج تاعي شوفوا كي شباب خرج لي ما شاء الله حبيت نشري شكاره تاع 10 كيلو لاني نحتاجو للخبز نحتاجو للبغري نحتاجو للمبسس نحتاجو ما صبش جاب لي غير تاع الكيلو جاب لي 4 كيلو خدمت به الخبز جا شباب مليح اللون تاعو حتى النتيجه تاعو مليحه الماركه اللي نصيبوها مليحه واللي تساعدنا هذا شراه لي 8 ميل للكيلو سكت سقسيتو على الثمن وي ميل هذا شراه لي الكيلو شرا لي 4 كيلو تخدمت به الخبز وخرج لي الشباب وهذا هو بالنسبه للفيديو اللي كنتو طلبتوه مني بكثره وماشي هذا كلشي نحتاجو الفرينه شريتها 25 كيلو الملح التوابل كلشي اللي نحتاجوه ماشي هذا هو اللي نحتاجوه في الدار وبالنسبه للقهوه ربما نتلاحظوا اللي ما يشريهاليش من الاخر نشري على هذاك اللي يطحن ياك قلت لكم شحال من مره نشري 50 ميل ولا هذه هي ما نشريش انا هذيك تاع اللي توبع تجيني فيها الحلاوه قلت هذا الفيديو ان شاء الله نتمنى نكون تكونوا خرجتوا منه ولو بافاده واحده توجور نكرر لكم هذه الكلمه وهذا هو هذه هي هذا كل بيت يشريو هاد الصوالح ماشي واحد يزخ على واحد ولا كل بيت عنده مشتريات يشريهم باسكو نحتاجوهم طول الموا نحتاجو هكذا باش الواحد يوفر شويه يشري في الاول الشهر ماشي في ثاني شهر يقعد يبقطط في الدراهم وهنا نغتنم الفرصه باش توجور نهضروا على ديك الشحيحه البنات بزاف راهم يطلبوا مني نعاود نوليو لهذاك التحدي واللي راها معانا فحابه انه نعملوا ذا التحدي واللي راها جديده مرحبا بها ونقول لها كنا عاملين نعملوا والعام اللي فات جحيحه باش تحدينا باش نشريو الميزان لكن لقيت تفاعل قليل لكن عاود في الماسنجر بزاف البنات يطلبوا مني باش نعاود نوليو هذه هي الواحد يغتنم الفرصه باش يخبي شويه ويقتصد ويشري لاستو دي غوسيست ولا تشريو عليهم ماذا بكم باش شويه واخا تربحوا شويه تخبيوهم تشريو صوالح للدار طباسه كيسان حاجه للدار تاع ديكور ولا هذه هي نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ونشكركم على المتابعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته